أخبار السياسة من داخل جريدة الفجر، أهلا بكم. إلى العناوين: وزير الصحة يشيد بنجاح مبادرة أيكان التي أطلقها الرئيس السيسي خلال كوب 27. السعودية توقع اتفاقية عسكرية تاريخية مع مصر. بحث سبل التعاون بين الإنتاج الحربي والدفاع التشيكي إيدكس 2023. وإلى الأوضاع في غزة، مسؤول منظمة الصحة العالمية في غزة: الإمدادات الإنسانية للقطاع قليلة جداً. أمير دولة قطر: ندعو مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وإجبار إسرائيل على التفاوض والعودة إلى حل الدولتين. وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 40 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة. حزب الله يعلن استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في مثلث طويحات. صليب الأحمر الدولي: الوضع الإنساني في قطاع غزة اقترب من الانهيار. القسام: تعلن تدبير 28 آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. وعالمياً، البيت الأبيض يعلن عن توقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا قريباً. وإلى التفاصيل: السعودية توقع اتفاقية عسكرية تاريخية مع مصر. وقع محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي المصري مذكرة تفاهم مع أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في اتفاقية وصفتها وكالات الأنباء بأنها تاريخية. تهدف هذه المذكرة إلى إقامة شراكات استراتيجية بين البلدين، حيث أكد الوزير أن هذا يعكس الإيمان المتبادل بأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مما يعود بالنفع المشترك على البلدين. مسؤول منظمة الصحة العالمية في غزة: الإمدادات الإنسانية للقطاع قليلة جداً. قال مسؤول منظمة الصحة العالمية في غزة اليوم الثلاثاء أن الإمدادات الإنسانية للقطاع قليلة جداً وفقاً لقناة سكاي نيوز العربية. ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الجمعة، حيث بدأت عملية تبادل الأسرى وتم الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالاً. وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت المناطق كاملة داخل مخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني. وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من منطقة في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري. البيت الأبيض يعلن عن توقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا قريباً. أوقف الجمهوريين اعتماد حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار كانت تقدم من الولايات المتحدة لكل من أوكرانيا وإسرائيل. وقال البيت الأبيض أنه إذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة ستستفيد روسيا من الأمر. كما أشار يوم الاثنين إلى أن ما لدى الولايات المتحدة من الوقت والمال لمساعدة أوكرانيا على القتال ضد الغزو الروسي قد ينفذ ما لم يتمكن الكونغرس من الموافقة على حزمة اتفاق جديدة. وكانت إدارة بايدن قد طلبت من الكونغرس في أكتوبر الموافقة على حزمة بقيمة 106 مليارات دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وكذلك لأمن الحدود، لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريين صوت ضدها. إلى اللقاء ونشرة إخبارية جديدة من الفجر تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة. ريم عبد المقصود.